عليكم وحوش المباركة وكل يوم وأنتم بخير ورمضان قريب وشعبان قريب سالي فلهذا قالوا لي الناس توحشوني توحشتوني مزيان توحشتوني ومتيرة حنا مديرة المرض المرض على أي واحد مدينة كان واحد الفيروس كان داز مدينة وتصيدنا فيه وصافي وهادشي اللي كان والحمد لله دابا بدينا نرجعو تاني بشوية بشوية باش نجيبوها قد قد في رمضان مدينة وهادشي اللي كاين دابا ما كيناش نتكلمو مدينة بحال دابا اليوم فهاد القسمة واحد المدينة جنوب طرفايا جيت الصحراء الطرفايا واحد المدرسة تما واحد الأستاذ يتحرش على البنات تما هادشي ديال التحرش جاري به العام في المغرب ولكن السلطات المعنية والسلطات هادا متيديرو والو تيقولو هادو البنات هادو هادا وتيهنا التعليم ما كاينش وزيد على التحرش وزيد على النقاط بالنكاح وزيد على الشغب في الملاعب وزيد على هادشي وهذا وهذا الوزير هذا شاكي بالموشة الفلاشي هذا وزير التعليم والرياضة وما دار لينا والو تيتحبسوا باقي في الداخلية يتكرمس على عباد الله فهمتي هذا ما تربيت فرنسا فهمتي هذا هو اللي قال نديرو السلطان باش يعمل لي واحد الرابور للتنمية مشى عمل رابور عطاه القورية للسفيرة تاع فرنسا هي فهمتي تقرا هي الأولانية باش يدي ديريكت لعند السلطان غادي يبيع لهم لأن هذا التربية ديال الحصاد وبوسعيد وهادو ينكحونا بعضياتهم تناسب بعضياتهم دي وتيخلقوا لينا ديفورم هذا ما داش نوا هذا وزير التعليم هذا وزير الرياضة إيوا فينا واش ما تكلمش مع داك القجع على المعاه في الحكومة إيوا هذا الجامعة ما دير والو علاش ما يأدبوش الفريق الجيش وفريق الفتح وكيف يقدروش يقول لي نتايا تدخل مع العسكر شتي وزيدوا عاوتاني الامن ديالنا ما السيمي باش تقول لهم نتوما هذوك الرايات بوليس ما مساكن لاكم في العوام ما تعرفوش يكونتروليو الحبيب الجماهير ما يعرفوش يكونتروليهم هادشي ايوا انا معاه تكلم معاه وقلت له تخربق ايوا انا تخربق هو يخربق نحن نخربق هما يخربقاني نحن نخربقونا ايوا بقيت على التخربيق غادي وتا حاجه ما وقع اليوم خرج الوزير قال لهم العدس والحمص غادي نحاولوا نشدوا الاثمان ديالهم ما طلعش ايوا اللحم يجيو يشموا صافي قال لهم الوزير قال لهم اجتماع غادي كونتروليو المواد الاساسيه ديال اسمهم ديال الشيء اللي تاكلوا المغاربه ايوا واش تكونترولي مالك ما تكونترولي قال لك غادي نديرو اليوم ندير ما عندك والو دوك الشركات اللي تزيدو في الاثمنه ودوك الشناقه هذوك راه منكم هذوك منكم راه ها اللي برلماني ها اللي وزير ها اللي كاتب الدوله ها اللي مرتو خدامه مع الوزير ها اللي الوزير خدام مع مرت الاخر هادو هما اللي مكلفين بهادشي ديال البيع والشراء هادو هما السبب في الاثمنه هادو هما تيغلو في الاثمنه وتتهموها منين بالك الحكومه غادي تعمل كونترول ما عندكم ما ديروا كونترول كونترول هو الكونترول اللي داك سديتو البرلمان سدوا البرلمان وعطيو الصوار وسير بحالكم ما خص لا وزراء لا والو الملك هو اللي مشي الدوله بوحدو هو وداك هذاك سمو داك حسن طريس دي ما خصناش هادشي دي السينما تمثلوا علينا تتمثلوا علينا عباد الله واش واش دير يخرج داك انا في الحمص والعدس ها ايوا الفداوش ها والبيض ها زيد ودقيق ها ديال الوزير غادي قال لك غادي داروا اجتماع ديال الاستماع قدام الكاميرا يكذبوا علينا علاش ما ديرش واحد الاعانه في ديال رمضان عطوا الناس واحد بحال واحد 1000 درهم لواحد في بمناسبه رمضان ما تقدرش ديروا هذه ها ياك عندكم ديك 17 مليار اللي باقي سادين عليها تما ها واش نتوما بعدا كون كنتو في هذا كنتو تحلوا لا سمير ما قدرتوش تحلوا لا سمير لان هذاك اللي شاد السوق ديال الغاز وليسونس وهادشي
للمحروقات، لانه هو داك الشلح. الشلح هو رئيس الحكومه، رئيس المجلس ديال اكادير، رئيس ديال مارتا فراود. ايوا واش عباد الله، الدوله قد قد المغرب، ما خلي المغاربه يشروها. قول المغاربه، المغاربه يشرو لا سمير، شي المغاربه قول لهم حنا نشرو لا شنو لا سمير، المغاربه يشروها، خلي بغا يشروها. يلاه والو، دوزو عليهم مع الصباح طروخاوي، كل واحد يحط درهم ولا جوج درهم ويشروها، غادي يشروها. اه ولكن ما بغيتوش تجيو تحلوا لا سمير. علاش؟ لان اخنوش دار بيدو، دار بيدو في المحروقات. اه تو واحد يقدر يتكلم. علاش؟ لانهم تيقولوا بانه صاحب السلطان، ولكن السلطان ما عندوش صاحبه، السلطان عنده غير صحابه اللي تيخدموا ليه. اه اللي ما تيخدموش البلاد ما عنده ما يدير بهم. انا نقول لكم اشنو هو، اش نخربق، ما نخربقش. تي حنا قلنا لهم، حنا بغينا دابا كيما خرجوا ديك الشغب ديال 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 الرباط، ديك الامير مولاي عبد الله، دابا غادي هذا الوزير، هذا وزير الرياضه، غادي يدير شي واحد يقول لي سين تتكلف باش يصلحوا الملعب ويضربوا فيه ثاني واحد 17 مليار كيما دار داك داك اوزين، هذاك هذاك الكاي بوي، هذاك اللي منسق الشعر ديالو، هذاك اه يعني مشى شرى لهم الكراطه، دابا غيمشي يشري لهم القلاسه. ايوا هادي هي لوكازيون، ثاني يعطيو شي واحد اللي يقول لهم غيصلحوا الملعب ديال اسمو الامير مولاي عبد الله، باش يضربوا فيها الفلوس، يضربوا فيها الفلوس، دايرين البلاستيك، البلاستيك اللي دير ليه بحال هكا تيتهرس. اه ايوا من تعرف عليك الشغب وشي، اما لكن شي البلاستيك ما يتحيدش، واخا يبقى يضربوا معاه ليل ونهار. ولكن اش ديروا، ديبو كونترا، اون كومباني فرونسيز، تجيبو تجيب لكم ديك الميكا، دير لها طرق غير مع السخونيه، منتي تتفردت بريتم، منتي ها العمال. علاش؟ لان الغش، الغش الغش في الكراسه، الكراسه ديال الملاعب ديال الكره، هادوك الشركات، لان هادوك الشركات ديماناجمون دو مانياجمون، هذا فيس دو ماما دو بابا، يبارلي فرونسي، يبارلي هذا، تيبيعوا لنا الزبل، الزبل تبيعوا لنا في تيري، هذا ملي يجيو الشغب هذا وهذا، تيري هذا تيهزو تيهزو بحال هكا بيدو. علاش ما يقدروش يحركوه؟ لان البلاستيك قاصح، فهمتي، والو راه ما دار مع دين امه، فهمتي، دقه دقه. ولكن علاش؟ لان المغرب فيه الغش، في الغش، الغش ما يقدروش يخرجوا على فرنسا، ما يقدروش على فرنسا. فاليوم فاليوم اليوم اليوم في البابور، ديك البريخه، البريخه ولا البخوره، باش نقول انتوما، البابور تيعمل مارسي مارسي طونجي، باش عارف هبش هبش. ما قلنا لهم ما تدخلوش المغرب، جايبين معاهم الزبل، الزبل معلقينه فوق فوق دوك دوك الفرقونات، هذوك الفرقونات البيضاء، هاي الفرقونات عامله زبل، ومن الفوق معمرين الزبل، معاك لا طومبيت في وسط البحر، ها 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 القلاوي كلشي تكب، ها الزبل، الزبل ديال فرنسا تفرست لهم في وسط البابور. الطوموبيل طاحوا، هذا لانهم ما كاينش، لانهم راكبين في ذاك الكاميوات، ذاك البابور ديال الزبل تيهز فيه الحيوان، لانه كان بابور بحال ديال الانجليز ولا بحال ديال البي سكوندناف، تيكونوا فين تيدخلوا ذوك الكاميوات تيبلوكوهم، كاين ذوك هذوك طاف تيشدوهم بحال هكا باش مابقاش يتحرك، واخا تكون الزعلوله ولا لا طومبيت ما يمشيش. هادو ديال فرنسا تركبوهم فابور، ماشي يدير لهم تركب ركب الزبل، تقول لهم هادو اللي ماروكان، هادو غادي غادي للمغرب فاكلهم، غيدخل بحال بحال يتقلب كل شيء. راه كيف كيف التواصل الاجتماعي، شوفوا الزبل اللي دايرين لهم انتوما. انا نقول لك انا مش سوقي، انا مش سوقي، انا قلت لهم انا ما ندي معايا لا قفله هذا والو، انا غير القفه هنايا، انا نصدق القفه هنايا، ما نصيت المغرب لا والو، فهمتي. ها انا بغيت نصيف شي حاجه، صيفها مع حسن البوندا. الا باقي تيعمل لك شي ديال الترافيك، معليش. انت تشوف هادو صحاب فرنسا، شوها هما مشوهين اليوم في التواصل الاجتماعي من دوك الكا، دوك الطوموبيل ديالهم، ولا اللي يجيبوا الزبل من فرنسا، تيجيبوا الزبل من فرنسا تيجيبوه للمغرب. المغرب زباله، زباله عليكم. هما قالوا جنوب اوروبا، طليان، فرنسا، والصبليون، تيجيبوا الزبل ديالهم تما تيدخلوه للمغرب. هاي بيا ومع الجدرمية تما اللي خصو، اللي باغي مرسيدس، اللي باغي هذا، اللي باغي هذا، هذا تيبيعوا يشرو معاهم. ايوا يدخلوك الزبل للمغرب،
لا تمشي تمشي لك الفقيه بن صالح اللي قادي لهم عامل زبل تبيعو تما بداك ساندي ماركت، تمشي لهذاك اسمه سيدي قاسم سيدي قا 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 هي هذاك، وعاد سيدي تطلع سيدي سليمان سيدي سليمان هذا رئيس العماله ولا رئيس هذا، تبيع 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 في السوق بحال السوق ديال بواه، تبيعو الناس شاريه عندهم كونترا دا عندهم هذا مسيني فيها وهذا ومسيني فيها اسمه القاضي القاضي ممثل الملك، وجي لقى يجي هذا العروبي هذا الشفار يقول لي لا هذا السوق ماشي ديالك انت دون تبيع لواحد اخر. ايه واش تي دابا ها نتايا هذا اش من الامثله غادي يعطيو لي زانفيستيسور اللي يجيو المغرب يحطوا الاموال ديالهم، منين نوض عروبي ديال الخلا سيدي ماشي سيدي سيدي بن سليمان بن سليمان سيدي سليمان سيدي سليمان سيدي سليمان ديال لي كاب لي كاب لي كاب ديال الشراب هذاك سيدي سليمان فيها فيها الشفره فيها كلش فو 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 في القاعة في القاعة تيغوتو وتيضربو في السيدة حيدو ليه التليفون هذا ايوا والفوضى بالكل القيد والباشا تيتفرجوا فيهم تقول لهم هذا هذه اسمها سيدي قاسم ماشي سيدي سليمان هذه شحال هذه قلت عليها ماشي عامين على الفساد اللي فيها الفساد فيها ما كاين حتى شي دوله في العالم هذيك سيدي 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 سليمان هذيك سيدي سليمان هذيك سيدي سليمان كون كنت من هنا كون ندير فيها شي بومبا ونحيدها كاع من الجغرافيا ولا من التاريخ حيت الجغرافيا والتاريخ ما عندنا ما نديرو بها ندير لها والو فيها الفساد والحكومه ما دايره والو ما دايره والو السيد محكوم عليه ومازال تيترشح في الانتخابات وتيقول علاش تكلم علاش تكلم بحال هكا ايوا ولا ما علاش غنتكلم انا الا ما تكلمش بحال هكا لا ما نتكلم على لا خدنا عليك بلا بدا الطلبه الطلبه هذو الطلبه في واحد الجامعه تيجيو مع الصباح هي الدخول ديال المدرسه مع تسعود تخرج لهم واحد المديره تقول لها حسناء بن كيران تخرج لهم مع تسعود الضرب تقول لهم لا جيت معطلين وتسد عليهم المدرسه ايوا هادو هادو تيقراو غادي يخرجوا مع اساتذه ولا معلمين ها هذه واحد المدرسه هذه حسناء بن كيران ها بن كيران هادو الزبل ديال هادو اليهود المسلمين فهمتي هادو هادي بن كيران هادي حسناء هادي هاد المديره تاع المدرسه ديال ما نشوف نلقاها ما نلقاهاش نقول لك انا مش سوقي واش دير دير لي مع يدخلوا مع تسعود يدخلوا مع تسعود وقليط راه ما فيهاش ترانسبور يا ناري 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 وتقول لهم هي تقول لهم خصكم تبداو مع تسعود لان هي ساكنه تما شتي هادي حسناء بن كيران هاد المديره ديال هاد المعادل التكوين وما شنو فهمتي ما 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 نقلب عليه شو نلقي سميدو نلقي سميدو نقول لكم سميدو قال لك صادرات الغداء من المغرب الى بريطانيا ارتفعت ب 40% كاتبين انا وها هو بولس مع هذاك الشلح التركي مع الشلح فهمتي مشتي مش سوق يعوم بحر منين عاصفة قوية تتسبب في انقلاب سيارات داخل داخل البخير ها شتي شو عطاني هنا اش شو واش كاتبين لكم هنا فهمتي انا تجي اخبار خصني نقولها لكم وصافي لا ما جاو شادين في الدراري لا هنا اش هادي دابا هذا شوف دابا هذا السيد هذا تيستعمل الفيديو ديالي باش ينتقد الملك هو انا ماشي لا ما عندي شي علاقه معاه ونقول للاخ الجمهوريين ما تستعملوش الفيديوهات ديالي فهادشي ديال ولا عندكم شي حاجه مع السلطان خرجوا لي ديريكت ما تستعملوش الفيديو ديالي الفيديو ديالي اش قلت فيه قلت فيه بان هاد الائمه اللي يخطبوا علينا نهار الجمعه تضيعوا وقتهم باش يقولوا لي عاش الملك لان الملك ما يحتاجهمش باش يقولوا عاش اي واحد يقول عاش الملك الا هو خائن خائن وكذاب ومنافق لان الملك ما نقولوش حنا عاش الملك تنقولوا يحيى السلطان فهمتي فلهذا ما بقاش ديروا لي الهضره في فمي انا قلت لكم وما هذا تنطلب من الاخ ما بقاش تدوز لي الفيديو ديالي على هادشي ماشي على الملك على حسابي لا انا قلت لكم النهار الاول قلت لكم انايا جمهوري ملكي يعني حتى الجماهير ديالي ومع الملكيه ماشي السينما الملكيه السلطانيه عندي فلهذا نطلب الاخوان مع احترامي لكم ما تبقاش تدخلوا في هذه المعمعه ديالكم الله يرحمها خلينا الله يرحمها كنتو جمهوري بقاو جمهوريين وخلينا بعيد عليكم فهمتي فلهذا ما غاديش دابا خلينا نقلبوا على الموضوع شنو نقلبوا دابا نقلبوا على ديك المدرسه يقول لهم يجي جمعه 9 الصباح الشغب ديال الرباط بزاف هذا
بحال دابا هادي خنيفرة، خنيفرة هاد الملاعب ديال القرب دايرين فيهم البيع والشراء، دايرين فيهم الزبونية. هادي خنيفرة، هادي خنيفرة، خنيفرة هي فيها هي أم الملك، جاية من خنيفرة. أم الملك، وهادو هاد الحرام اللي السلطات المحلية ولا هادو اللي مقابلين ملاعب القرب دايرين داكشي البيع والشراء. إلا ما دورتيش معاهم ما تلعبش. واش ناوي هاد البلد هادا؟ دابا خصنا نتكلمو على داك المكلف بالملاعب القرب بمدينة خنيفرة. شوف هاد التشطات ديال هاد الزبوني، هاد التقواليت، فهمتي، الأطفال ديالهم ما يلعبوش الكرة، شوف، ولا يلعبوا الرياضة، فهمتي، ملاعب القرب ديال خنيفرة. خص الوالي ولا يكون اللي يحكم في خنيفرة يشوف هاد الموضوع. الناس كانت تشكي، فهمتي، فلهذا خدم ولا قود، فهمتي، أنا نقولها لكم، فهمتي. نشوفوا هادي. الناس قالك بان قلنا لكم على الفوسفات باعوه الميريكان، اللهم يبيعوا الميريكان، ما رابحينش ما رابحينش، فهمتي، بعدا مع الميريكان يو كان سبيك انجلش، ماشي بحال الطالي الفرنسي اللي واخدين الفابور، فهمتي. الشركة الأمريكية شرت لو سي بي، مزيان. هادي هذا عبد الحميد عثمان، في قبل عبد الحميد عثمان شنو كاتب هنايا؟ شوف هاد السيد يغوت في أسفي، قتلو ليه ولدو. سيد كبير اللي طاح في رين، هاد البير كبير بزاف، الأرواح كتحصد فيه هنايا، كتموت فيه الأرواح. هادشي فا كنقسم ليك بالمسلمين، كاين التجارة في البشر هنا. ياك هضروا على ريان وضامنوا أي شتي هاد فاهم علاش؟ والناس ديال سيدي مؤمن اللي غرقوا، مشاو لتونس باش يسلطوا، وكاين هاد الواحد هو اللي تيعمل هادشي ديال الترافيك. هو معروف عندهم في سيدي مؤمن، فهمتي، علاش ما يشدوش؟ دوك قال دير بعض المرات، وهاد المرة ماتو 38 واحد، مات جوج لحوم البحر والباقي كانوا الحوت. فهمتي انت، والسلطات سيدي مؤمن ما دير والو والو. عارفين واحد ترافيكي عباد الله للخارج. ما عليناش. ايوا هادشي اللي كاين، صافي هادشي اللي كاين. مالي ولا محمد يوسفي، تحية لك، صافي احنا قلنا لك تحية لك. هادشي اللي كاين اخوان، كان معكم انايا من هنايا. هادشي اللي كاين اليوم، هادشي اللي كاين ميتقال. ايوا تكلمنا على الشغب، تكلمنا على التحرش الجنسي في المدارس في نواحي الترفيهات، تكلمنا على المغاربه اللي جيعانين تيجيو معاهم الزبل ديال فرنسا ولا ديال العلم. هذا تقلبت البحر ديال موفيتون كاع الطوموبيلات ديك دوك لي فاركويت بالزبل ديالهم الفوق، كلشي طاح وتفرتت. ايوا قلنا لهم ما تدخلوش المغرب، جيبوا الزبل، جيبوا الزبل، جيبوا الزبل، ولا خليك عاش الملك. واش تجيب معك الزبل؟ واش من عاش الملك؟ كاين اللي عاش الملك، الملك ما بغاكش تجي عندي وتجيب لي الزبل. المغرب ماشي زباله، فلهذا عاود كراك، فهمتي. يلاه صد عليا كاري انا، فهمتي. ايوا قالوا لي الفيديو ديالك تيتحرقوا، الفيديو محروق، ما 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 انا صايم، ما بقيتش نعاود على التيشيرت. شي دراري قالك من المغرب بغوا التيشيرت، هذا على بالي التيشيرت نعطيكم النمره ديال البنك ديالي في المغرب، البنك الشعبي التجاري وفا بنك، وخشوا الفلوس تما، من الفلوس يدوزوا نصيد لكم التيشيرت، فهمتي. 25 باوند الواحدة، وانتم ماشي كسا ترجموها للدرهم، دي ولا لا شي اللي كاين. يلاه يلاه قال لي واحد عندي لهم الصفاره، عندي لهم الصفاره، لا بدي الصفاره شي اللي قمع ما بدي هي الصفاره. يلاه يلاه يور لاس اوردر ات ذا بار بيز، يور لاس اوردر. يلاه يلاه سيدي، يلاه
Ladies and gentlemen, finish your drink and piss off, please. كان معكم انا يوم من هنايا. يلا ما تنساش توراك وتعاود كرك من جديد. ابوني سبسكرايب شاريكو فريقو اعمل لايك اعمل لي كلام. واللي بغى يتفرج يمشي عند منى راه دايره الموسيقى الليله. سير 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 عند منى قال لك غادي تاخذ كونجي. واش كتاكل كونجي هنايا؟ يلا مع السلامه.